نواتساوي من القامات التي يصعب تقديمها، وأقول هذا الكلام بكل صدق، من الصعب اختزال مسار نضالات طويلة وشجاعة وذكاء إنساني واجتماعي وتناسق في المواقف وثقة واعتدال وبحث وإنتاج فكري وعلمي وأدبي غزير ومتين. من الصعب اختزال كل هذا في بضعة أسطر من السيرة الذاتية. السيدة الجالسة أمامنا اليوم ليست مجرد روائية، هي امرأتان في امرأة، بل نساء وعوالم في امرأة، إنسان كوني متعدد الأبعاد والآفاق والتحديات، وهي الأنثى الأصل بعفويتها بمشاكستها وبشراستها وبقدرتها العجيبة على الاختلاف في عالم يطلب منك أولاً وقبل كل شيء أن تشبه الآخرين وأن تهادن التيار. الدكتورة نوال سعداوي، يشرفني كثيراً اليوم أن أقتسم معك نفس طاولة اللقاء، وكما الحاضرين جميعاً سيسعدني متابعة هذا الحوار معك والاستماع الاهتمام لقامة من حجمك. وسؤالي الأول سيكون: هل لا يراودك أحياناً التساؤل بأنك ربما بعدي الميكروفون عشان عامل صدى؟ طيبة، هل الآن ما كيش تستمعين جيداً؟ ألا تعتقدين أحياناً أنك ربما ولدت في زمن غير زمنك وفي جغرافيا غير جغرافيتك؟ ألا يراودك هذا التساؤل أحياناً؟ سؤال صعب جداً. طبعا أنا أريد أن أرحب بكم. يعني أنا لما جيت قالوا لي إحنا هنبتدي 6:30، لأن عادة الناس في المغرب أو في البلاد العربية بيجوا متأخرين، فقلت لهم لا، سنبدأ 6، وبدأنا 6 ووجدنا حضراتكم الجمهور جاء قبلنا. فأنا بأحييكم، أنا بأحييكم لأنكم جيتوا في الموعد. لأني دائما أقول الوقت، حينما نحترم الوقت نحترم الإنسان على طول، حينما لا نحترم الوقت لا نحترم الإنسان. فأنا سعيدة جدا بأنكم احترمتوا الوقت، وبالتالي أنا بحترم كل إنسان في هذه القاعة. نيجي للسؤال بقى. وأنا طبعاً جيت المغرب قبل كده، وجيت طنجة قبل كده، ولي أصدقاء وصديقات في المغرب كتير، وبشعر إن أنا في بلدي. يعني باجي هنا كأني في وطني حقيقة، وبحس بالناس يعني إنهم قارين شغلي. بلاقي أجيال مختلفة، سن 30 و20 و35 و40 و45 و50 و60 و70 متابعين شغلي ومتابعين أعمالي. ودائما أقول دي هي الجائزة، الجائزة الوحيدة عندي أن يكون عندي قراء ويقابلوني ويحترموني ويحبوني. فهذه هي الجائزة التي تفوق أي جائزة في العالم بالنسبة لأي كاتب أو كاتبة. نيجي بقى لسؤال سناء: هل أنا ولدت في زمن غير الزمن، في بلد غير البلد؟ هو في جزء من الحقيقة وفي جزء غير حقيقي. يعني أنا بنتمي إلى هذا الوطن العربي انتماء كامل، بنتمي إلى اللغة العربية انتماء كامل، عندي انتماء للوطن العربي، مش بس مصر، الوطن العربي كله عندي انتماء للغة العربية. وطبعا ده لا يعني ان انا يعني متشنجة من ناحية القومية والدين
وكل هذه الصفات اللي بتكون ما يسمى الهوية. لا، أنا الهوية بتاعتي إنسانية، يعني في أي بلد أسافر فيه وقابل ناس. اسمعني بس، ده مشكلة. الميكروفون. أيوة كده، أنتوا ما كنتوش سامعين، طب كنتوا قولوا لي. هو صوتي مش واصل؟ كده واصل. أيوة شكرا. فالهوية الإنسانية هي الهوية التي تجمعنا. الأول يعني مصري، مغربي، أمازيغي، فرنساوي، إنجليزي، أمريكي، لكن طالما عندنا هوية إنسانية وبنشعر بهذا التواصل الإنساني تجمعنا المبادئ الإنسانية، هو ده، هي دي الهوية، دي الهوية الأولى. لكن طبعا احنا بنعيش في الواقع، بنعيش على ارض، على ارض بتغزى. انا لسه بقرا في تاريخ طنجة، لقيت ان انها استعمرت وتكالب عليها قوى استعمارية من هولندا لبلجيكا لانجلترا، يعني العالم كله يريد ان يستعمر هذه المنطقة الجميلة اللي اسمها طنجة. وكذلك حصل في كل بلد محاولة للغزو، لأن القوة هي التي تحكم وليس العدل وليس الصدق، هي القوة. أول ما الدولة تضعف ينقض عليها القوى الاستعمارية، زي الإنسان، أول ما المرأة تضعف ينقض عليها القوى الطبقية الأبوية التي تحكم المجتمع. أنا حسيت بالغربة، أنا بشعر بالغربة. أنا حتى لما عشت المنفى في أمريكا 20 سنة، ما كنتش قادرة أعيش في مصر، وعشت المنفى في أوروبا وأمريكا، حسيت بالغربة أيضا هناك، لأنه مجتمع طبقي أبوي استعماري عبودي عنصري متدين بطريقة زي هنا، بس يعني في نوع من الغطاء، في نوع من الذكاء في التغطية على العنصرية وعلى التدين وعلى القومية. فأنا عشت 20 سنة في أمريكا، لقيتها دولة، الشعب والدولة كلهم عندهم نفس التعصب القومي الديني الطبقي الأبوي، فكنت بحس بالغربة أيضا في أمريكا. في أوروبا حسيت بالغربة، في بلدي كنت بحس بالغربة، مش عشان بلدي، لا، لما بروح قريتي لا أشعر بالغربة، بحس إن أنا في وسط ناس بسطاء. لكن لما أطلع إلى السلطات العليا، حيث يكون الحكم وحيث يكون الدولة والنظام، أشعر بالغربة وابتدي أتمرد وابتدي أقاتل. فأنا أرجو أن أنا أكون رديت على سؤالك، أن أنا فعلا شعرت بالغربة، ليس في بلدي بس وإنما في العالم، لأن إحنا بنعيش في عالم واحد. يعني اللي بيقول أن إحنا بنعيش في 3 عوالم، في عالم أول وعالم ثاني وعالم ثالث، ده غلط. نحن نعيش في عالم واحد محكوم بنظام واحد، نظام عنصري طبقي أبوي ديني متزمت، بيختلف في الدرجات، بيقهر الفقراء والنساء أساسا، ولكنه يقهر الرجال أيضا، وخصوصا إذا كانوا الرجال فقراء. فإحنا بنعيش في عالم واحد ونتعرض لكل هذا. وأنا متهيألي أن كثير منكم في هذه القاعة شعر بالغربة أيضا، وخصوصا إذا كان عنده طموح أو رغبة في أنه يعيش في مجتمع مسالم، في عدالة، في حق، في إنسانية، في صدق، ما فيهوش نفاق. فلما الواحد يعيش في مجتمع مليان نفاق بيشعر بالغربة. دكتورة نوال السقلاوي، ردك يفسح الباب. ممكن تقدري تيجي الناحية دي أكتر؟ طبعا، لأن الضوء مش شايفاكي. أيوة، لأني عندي مشكلة في الضوء. أيوة كده، هل المكان الآن مناسب؟
كده احسن كده انا اراك. سوري سوري سارجع الجزء من ردك حين تتكلمين عن تفاوت الحقوق. ايوه من خليه بعيد الميكروفون ده مش كويس. يمكن قالي مش كويس. ما بلاش ميكروفون ما بلاش. تعالي اتكلمي بده احسن. تعالي اتكلمي بده لان ده مش كويس. تعالي قربي قربي. انا الان جزء من لجنه التنظيم. ايوه بلاش ده. خلي ده ايوه كلمي. امسكي ده بقى. حديثك عن الاختلافات في الوصول في وصول مواطني الحقوق في مختلف دول العالم. أيوة. هناك بعض الأصوات في بلداننا التي تعتبر بأنه كل ما هو حرية المعتقد وحرية فردية إلى آخره هو ترف، وأننا نحتاج في بلداننا في مصر في المغرب في دول المنطقة إلى الوصول أولا للحقوق الاقتصادية الحقوق السياسية الحقوق الاجتماعية قبل أن نصل إلى مرحلة حرية المعتقد وحرية الفردية إلى آخره. ما هو تعليق الدكتورة نوال السعداوي على هذه الأصوات؟ الحقيقة ده يدل على أن احنا حتى البديهيات لأن الحرية لا تتجزأ. يعني إيه أن أنا الأول يبقى عندي مساواة اقتصادية لكن ما عنديش حرية فكرية أو ما عنديش حرية دينية إن أنا أفكر كما أريد؟ يعني لازم ألبي الحاجات الاقتصادية قبل أن ألبي الحاجات الفكرية بالنسبة لمخي. هل ممكن أفصل مخي عن جسمي؟ هل هذا ممكن؟ هذا التفكير الانفصالي لأن إحنا ورثنا ثقافة عبودية. هي إيه هي العبودية؟ العبودية هي عبارة عن تقسيم الإنسان وتقسيم المجتمع وتقسيم أي شيء لإضعافه، لأن العبودية لا يمكن أن تحدث بالنسبة لشخص قوي متحد، بالنسبة لدولة متحدة لا يمكن يبقى فيه استعمار أو عبودية. ولذلك بيقسموا بلادنا، بيقسموا الإنسان إلى عقل وجسم وروح، ويقول لك الأول نلبي حاجات الجسم اللي هي النواحي الاقتصادية وبعدين نواحي العقل والفكر دي بعدين. هذا خداع عبودي ورثناه من الأنظمة العبودية. إزاي الإنسان يتجزأ إلى عقل وجسد وروح ونلبي الحاجات المادية فقط قبل الحاجات الفكرية؟ ده غلط. لازم كلنا وحدة. نحن أنا قاعدة أمامكم دائما أقول هذا، أنا قاعدة أمامكم بجسمي وعقلي وروحي بطفولتي وشبابي بتاريخي بكل حاجة. ما أقدرش بقى أجي هنا بجسمي وأخلي عقلي بره. ما ينفعش أو مش ممكن أنا يعني يبقى عندي مساواة اقتصادية، يعني أكل كويس وأخد ما هي كويسة وكده وبعدين لا أفكر ولا يكون عندي حرية عشان أختار مين يحكمني أو أختار نظام الحكم في بلدي. ما ينفعش، كله مترابط. فهذا السؤال بيؤكد الانفصال اللي احنا لازم نلغيه. والإبداع يبدأ من هنا، الإبداع يبدأ من ان احنا نلغي جميع التقسيمات التي حدثت في حياتنا على مستوى الفرد او مستوى المجتمع او مستوى الدولة او مستوى العالم. هل سنشترك في نفس الميكروفون؟ اسفة دكتورة. ايوه لا مهل كويس. هل يمكن أن تكون حرية المعتقد عفوا كمبدأ للوصول إلى كل هذه الحقوق في مختلف بلدان المنطقة؟ لأن الكثيرين، تفسير بسيط مرتبط بالسؤال، الكثيرون يعتبرون بأن حرية المعتقد سيكون فيها تهديد على الهوية الإسلامية وعلى الثقافة والعادات والتقاليد إلى آخره. فهل يمكن أن تكون
حرية المعتقد ليست تهديدا بقدر ما هي ربما مبتدأ لممارسة مختلف هذه الحقوق من طرف المواطنين. طبيعي طبيعي. هي الحرية بتهدد مين؟ الحرية بتهدد اللي بيحكمونا. هي الحرية بتهدد اللي بيحكمونا بالعبودية وبالظلم. الحرية مش بتهددنا احنا او بتهددني انا، لا. فعاوزين نعرف من يخاف من الحرية، من يخاف من حريتي. يعني انا لما كنت بفكر، انا اتخرجت طبيبة واشتغلت جراحة امراض صدرية ولم يعجبني العمل بالطب لانه ما فيهوش عبارة عن يعني تطبيق، ما فيهوش ابداع. كان لي عمة مريضة بالسل وكنت عاوز اتخصص في امراض الجرن مش الجراحة، واكتشف مرض، اكتشف علاج لمرض الجرن. واياميها ما كانش فيه علاج، فما كانش عندنا بحوث، فكان الطب ليس فيه ابداع. ما فيش ابداع في العلم، ما فيش ابداع في الطب. فما لقيتش امامي غير ان انا اكتب. لقيت ان انا اقدر ان افكر بحرية وأن أبدع من خلال الكتابة، لكن أنا كنت عايزة أبدع من خلال الطب ومن خلال العلم، وكان ممكن. ومن هنا أيضاً الفصل بين العلم والفن. ما فيش فصل بين العلم والفن. يعني الذي يستطيع أن يبدع في العلم يستطيع أن يبدع في الفن، لأن الحاجة إلى الإبداع حاجة إنسانية. فالسؤال، نرجع للنقطة بتاعتك اللي هي الحرية المعتقد. لازم الطفل لازم يتعود على الحرية بالطفولة. يعني أنا أبويا إخوان في الجانب التقني، ممكن فقط يضبطوا مشكلية الميكروفون. والله لأن الميكروفون مهم قوي إنه يبقى مظبوط، ما يعملش بس الميكروفون فقط. علوم ماشي كده كويس. كيوصلكم الصوت كاملين في القاعة؟ لا ده مش كويس. لا كويس. خلينا بدا، بس ما تحركوش بقى. ممكن تقرب؟ لا ما تحركوش، خليه ثابت. يا دكتورة تقربين عندك فقط. خليه ثابت. أعطيني هذا. وهذه فرصة الانقطاع باش نطلب من القاعة ما يكونش تشويش. عدد كبير، وبالتالي كلما كانت دردشات فردية تتكرر بين جانب وآخر يصعب متابعة الحوار مع الدكتورة الأدوية. فإذا سمحتم بلاش دردشات جانبية، كلمي هنا عشان ده ثابت. الميكروفون حينما يتحرك هذا ثابت وهذا متحول. بلاش المتحرك، خلينا في الثابت. فالطفل لازم من أول ما يتولد يتعلم الحرية، حرية الحركة وحرية التفكير وحرية النقد، حتى إن الواحد ينقد أبوه أو ينقد أمه أو ينقد المدرس بتاعه. فأنا كنت محظوظة لأن أبويا كان واسع الأفق الحقيقة، وهو لعب دور، أبويا وأمي لعبوا دور في إن أنا أكون موجودة هنا في هذا الكرسي اللي أنا بتكلم معاكم، إنهم ادوني حرية التفكير وحرية النقد وحتى حرية نقد ربنا. يعني أبويا قال لي نقشي ربنا، لا تطيعي، لأن الطاعة رذيلة وليست فضيلة. أبويا قال لي كده، الطاعة رذيلة، الطاعة صفة العبيد، لكن الإنسان الحر لا يطيع، يناقش ثم يقتنع ثم يطيع بعد كده، بعد ما يقتنع. فكان أبويا يقول لي لا تطيعي، حتى أنا لا تطيعيني، نقشي أي شيء، نقشيني ونقشي والدتك ونقشي ربنا، ما تاخديش حاجة كده مسلمات. ده وأنا طفلة. فده اللي صنعني، ده اللي صنعني، وده اللي خلاني يبقى لي عندي كرامة. ولي اللي عنده عقل حر بيبقى عنده كرامة، بيعتز بنفسه بإنسانيته، فده بيلعب دور جدا. الحرية مهمة جدا،
ولكن الحرية ليس بمعنى الليبرالية السياسية اللي احنا بنلكها كل يوم. هذه حرية زائفة اللي هي حرية الكلام فقط. يعني في الأنظمة الطبقية الأبوية الاستعمارية والعبودية، زي هايد بارك يقول لك آه، يعمل لك جنينة كده ويقول لك هبهبي زي ما أنت عايزة، يعني نفسي عن نفسك وقولي اللي أنت عايزاه طالما إن كلامك لا يتحول إلى فعل، طالما إن كتاباتك لا تؤثر في الناس. ومن هنا منع الكتاب والمفكرين من التواصل مع الناس. أنا أول حاجة النظام المصري أيام السادات ومبارك والجماعة دول عملوا إيه؟ منعوا صوتي على طول، لأن خايفين إن صوتي يصل إلى الناس فالناس تبتدي تفكر، الناس تبتدي تراجع تقول الله صحيح ده إحنا عبيد، إيه اللي يخلينا نعمل كده؟ فالنظم الحاكمة بتخاف من الصوت الحر ومن العقل الحر، ولذلك بتمنع الأطفال من أنهم يفكروا. أنظمة التعليم كلها عندنا وفي أمريكا، أنا كنت بدرس في أمريكا لمدة 20 سنة. التعليم في العالم كله عبارة عن تحكم في عقل الأطفال وفي عقل الشباب، إزاي يتحكموا في العقل بحيث ما يبقاش في حرية، ما يبقاش في قدرة على إن الواحد يبلغ أي آفاق، إن ينقد أي سلطة، مفيش. لا، لازم يبقى في سقف محطوط بالقوة، بقوة التعليم، بقوة الأنظمة التعليمية، بقوة الجيش، بقوة البوليس. لا يمكن أن نفصل النظام التعليمي عن النظام العسكري، عن النظام البوليسي، عن النظام الديني، كله يخدم بعض. والهدف التحكم في عقل الإنسان منذ الطفولة، منذ الطفولة التحكم في عقل الإنسان بحيث أن لا يفكر، ما يفكرش في حقوقه ولا كرامته ولا حاجة، ويقبل الاستعباد تحت اسم الطاعة. هو ده اللي بيودي بلادنا، هو ده اللي بيخلي بلادنا تستعمر، بيخلي المرأة تستعمر، بيخلي الرجل يستعمر، بيخلينا كلنا نعيش في العالم اللي احنا شايفينه ده، اللي احنا غير راضيين عن هذا العالم، غير راضيين. يعني انا لما قريت تاريخ طنجة تذكرت ايه اللي بيحصل، ازاي طنجة هذه المدينة الصغيرة تكالب عليها جميع القوى الاستعمارية الاستغلالية في العالم، من هولندا لبلجيكا لأمريكا للولايات المتحدة لإنجلترا لفرنسا، كله حاول أن يستعمر هذه البقعة الجميلة ويغزوها. فحرية مهمة جداً، حرية التفكير، بس لا نفصلها عن الحرية الاقتصادية. أنا النقطة اللي أنا عايز أقولها، لا نفصل بين الحرية الاقتصادية والحرية الفكرية، لا نفصل بين الجسد والعقل والروح والمجتمع، ما نفصلش. لازم الواحد يعيش الحرية كلها، أن أفكر بحرية، أن أنا أخد ما هي مساوية لأي شخص بيشتغل نفس شغلتي، يبقى فيه مساواة اقتصادية، مساواة اجتماعية بيني وبين زوجي، بحيث أن زوجي ما يتجوزش أربعة وأنا لو بصيت لواحد تاني أقتل. كل الحاجات دي لا أقبل التفرقة. يجب أن إحنا نقاوم التفرقة في أي حاجة في حياتنا الخاصة أو حياتنا العامة. بالطريقة دي ممكن نصلح العالم، لكن ده عايز يعني مشاوير ضخمة وتغيير في نظم التعليم، وعايز ثورات، مش بس الثورات اللي إحنا عملناها، لا، عايز ثورات جذرية تقتلع العبودية. إحنا في القرن 21 ولكننا لازلنا نعيش العبودية بدرجات مختلفة.
دكتورة الصعب معك أن كل جواب لك يفتح الأبواب على أسئلة كثيرة متعددة، وسأعود لحديثك عن رغبة الحكام في بلداننا في هذا التجهيل وغياب التفكير في الحقوق. هل ما يحدث الآن منذ 2011 في مختلف بلدان المنطقة، في تونس، في مصر، في المغرب، في سوريا بكل تداعياته، هل في رأيك هذه ثورة على هذه الرغبة في تجهيل، رغبة حكام في تجهيل وتفخير شعوب؟ هل الآن رغم كل حتى التداعيات السلبية في بعض البلدان؟ لا بلغ ديوك سنحاول مرة أخرى، سنحاول على الأجل هم مش سمعين أنت لو كلمت. لا أعتقد أن الصوت يصل الآن، الصوت يصل. هل ما يحدث الآن يترجم بشكل ما نضوج وعي جديد لدى مجموعة من الطبقات في مجتمعاتنا بضرورة صفاتهم من حقوقهم السياسية، الفكرية، الدينية، الاجتماعية إلى آخره؟ طبعاً الثورات اللي حصلت في بلادنا دي أجهضت كلها، تم إجهاض جميع الثورات التي حدثت في مصر من أيام من الثورات قبل يناير، ثورة 1919، الثورات كلها بتجهض، لأن كل ثورة بتبدأ معاها بالضبط في ثورة مضادة من الحكام، لأن مش ممكن واحد عايش في قصر منيف وعنده مئات الخدم وفي 95% من الشعب مش لاقي الضرورات، مش ممكن هذا الحاكم يستطيع أن يأمن على حياته إلا إذا تحكم في 95% ده. يتحكم بإيه بقى؟ إيه هي أساليب التحكم؟ أساليب التحكم تبدأ من التعليم في الطفولة، اللي هو كيف أتحكم في العقل وأحجمه، لأن العقل الإنساني ده إمكاناته رهيبة، عقل الإنسان إمكاناته كبيرة جداً حينما يحلق، يخترع. شوفوا الإنترنت، شوفوا الكمبيوتر، دي عجيب. يعني الكمبيوتر ده لو كان على أيام جدتي كان بيقولوا عليه عفاريت يعني، أو بيشتغل بالأرواح أو أي حاجة، لكن هو مادة. إزاي اكتشف الكمبيوتر والإلكترونات؟ فعقل الإنسان جبار حينما يكون في حرية يخترع. فلما في أوروبا لما كسروا سطوة الكنيسة، لأن الدين سياسة، على فكرة الدين ليس مفصول عن السياسة أبدا، الدين سياسة، الدين إيديولوجية سياسية، الكتب الدينية كلها كتب سياسية اجتماعية اقتصادية وتتناول برضو أمور الروح. ولو رجعتوا إلى الكتب الدينية كلها، سواء الكتب السماوية أو الكتب الأرضية، ودرستوا هذه الكتب هتلاقيها كتب سياسية تتعلق بالحكم، تلاقيها اجتماعية تتعلق بالزواج والطلاق، تلاقيها تتعلق بالأخلاق، تتعلق بكل حاجة، بالتربية، كل حاجة. فهي اللي بيقولك لا الدين حاجة والسياسة حاجة غلط، الدين هو السياسة والسياسة هو الدين، والكتب الدينية كتب سياسية اجتماعية اقتصادية جنسية وبتتحكم في البشر. لكن هما بيخبوا علينا الحكاية دي، يظل الإنسان العادي ما يعرفش إيه. يتولد يبرمجوه أول ما يتولد، سواء كان في المسيحية أو الإسلام أو اليهودية أو البوذية، أو يبرمجوه، يعمل برمجة للمخ بحيث إنه وهو طفل على طول وهو عمره أيام يبتدي مخه يتبرمج بحيث إنه لا يستطيع أن يتغير. ومن هنا صعوبة الدين حينما يتغلغل بطريقة إجبارية قائمة على الطاعة والخضوع بيؤثر على الشعوب. أوروبا تحررت
في فترات من تاريخها من سلطة الكنيسة، وده اللي خلاها تخترع. يعني إن لم تتحرر ما كانتش، ما كانش بقى عندنا كمبيوتر ولا حاجة. ليه إحنا ما اخترعناش الكمبيوتر؟ لماذا لم يخرج الكمبيوتر من بلادنا العربية؟ هل دكتورة لو تحررنا من المسجد سيكون بإمكاننا اختراع الكمبيوتر؟ لو تحررنا من المسجد هل سيكون بإمكاننا اختراع الكمبيوتر؟ التحرر زي ما حصل في أوروبا، هم تحرروا من الكنيسة اللي هي السياسة. يعني أنا مش عايز أفصل بين المسجد والحكم. أصل في ناس يقولك إيه، لا 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 المشكلة دين بس. لا، المشكلة سياسة ودين وأخلاق واجتماع. المشكلة كله تمس حياتنا كلها مترابطة. هما في أوروبا لما ضربوا الكهنة اللي هما كانوا بيحكموا، الكنيسة كانت تحكم في أوروبا، هي التي كانت تحكم والأديان هي التي تحكم، ولكن إيه؟ تحت الستار. يغير البرنيطة، يعني يلبس لباس الديني وبعدين يقلعه في أوضة سرية ويطلع يلبس لباس الحاكم. ده في كل التاريخ من أيام مصر القديمة. الإله في مصر القديمة وكان حواليه بقى المنافقين الكهنة كان يغير بس الزي بتاع الراس بتاعه، بعد ما كان هو الإله يصبح هو الحاكم، الإله رمسيس يصبح هو الحاكم رمسيس. ده بيحدث لغاية النهاردة. لكن ليه إحنا لا نكتشف؟ لأن مخنا اتبرمج بالطفولة، لأننا لا نرى. أنا بسميه العماء. كيف يكون الإنسان أعمى؟ أنا لغاية النهاردة في حاجات مش بشوفها، ما عنديش وعي بيها بسبب الطفولة. إزاي الواحد لما مخه يتبرمج في الطفولة يبقى كبير مش شايف، ما لا يرى الظلم؟ في ناس كتير قوي لما نقول لهم المرأة مضطهدة في ظل قانون الزواج، العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل قانون الزواج علاقة عبودية من الطراز الأول، ما فيهاش أي مساواة، أي مساواة. الطفل بيتولد بيحمل اسم الأب واسم الأم يدفن في التاريخ. أنا اسمي نوال السعداوي، ده السعداوي ده مش أبويا حتى، ده جد جدي الذي مات قبل أن أولد. يعني رجل مات قبل أن أولد أنا بحمل اسمه طول حياتي. وأمي زينب التي رعتني والدتي اسمها دفن في التاريخ. ليه؟ في بلاد دلوقتي زي اسبانيا وبلاد اخرى بقوا يحطوا اسم الاب والام سوا. يعني اذا انا بدي مثل بس، تعدد الزوجات، الرجل يتزوج على كيفه، ان الرجل يروح يطلق مراته. عندنا في مصر لغايه النهارده الرجل شفوي، يطلق مراته شفوي، يعني هو بيتزوجها تحريري قصاد المأذون او بورق. لكن هو لما يتضايق منها في اي وقت يقول لها انت طالق. وحتى السيسي رئيس الدوله كان مره قال عايزين بقى نقنن الطلاق الشفوي ده، لان نسبه الطلاق بقت كبيره جدا في مصر، فعاوزين نقننه ما يبقاش فيه طلاق شفوي. قالوا عليه علماء الازهر وقالوا لا يمكن، ولغايه النهارده ما غيرناش. اظن في المغرب انتوا عملتوا قانون جديد شويه. تونس هي التي سبقت، اللي هي منعت تعدد الزوجات ومنعت الطلاق باراده الرجل لوحده. يعني عمل خطوات تونس، واظن المغرب برضو، واظن يعني. لكن احنا في مصر اسوأ قانون زواج موجود عندنا في مصر، اسوأ قانون، مع ان احنا متقدمين في حاجات تانية. لكن أصل عندنا مؤسسات دينية قوية جدا زي الأزهر، فدي حتى يعني السيسي نفسه رئيس الدولة اللي طالب إنه يبقى الطلاق مقنن ما يبقى شفوي، ما قدرش. فإذا النقطة مش فقط تخلص من المسجد أو الكنيسة، لا،
الدين السياسي، الدين الذي يحكم، والدين هو الذي يحكم دائما. الدين يحكم دائما سواء علني او تحت الستار. فاحنا لازم يبقى عندنا الفهم ان احنا ازاي نعمل ترابط بين الدين والسياسة. مهم قوي. سأعود دكتورة إذا سمحت الموضوع للسياسة، لكن قبل ذلك في علاقة بموضوع النسب وكوننا نحن أسماء أمهاتنا. سنة 2013 أعتقد منظمة الأمم المتحدة للمرأة قامت بحملة في بلدان مثل مصر واليمن وأعتقد الأردن تدعو الناس إلى إرجاع الاسم الشخصي للأم، لأن ربما هذا الشيء قد لا نعيه في المغرب لأن ليست لدينا نفس الممارسات، لأن في بعض الدول ومنها مصر حتى ذكر الاسم الشخصي للأم قد يكون عيبا في مجموعة من الأوساط، وبالتالي تصبح الأم هي أم محمد أو أم علي وتنسب بعد الزوج والابن تنسب لابنها الذكر. لدرجة أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة قامت بحملة للتحسيس وللتوعية بالأمر. سأعود لمسألة فصل الدين عن السياسة وعن ممارساتنا. هناك شاعر لبناني للأسف لا يحضرني اسمه قال خمس دقائق بعد ولادتك سيتم اختيار اسمك ولقبك ودينك وطائفتك وجنسيتك، وستقضي عمرك كله تدافع عن أشياء لم تخترها. ولك العديد من الكتابات عن هذه المسألة الاختيار، يعني بعض الأشخاص فينا قد يكونون متعصبين للدفاع عن هوية ما مجتمعية أو دينية، في حين أننا نفس الأشخاص لو ولدوا في بقعة جغرافية أخرى لدافعوا عن قيم ربما هي على النقيض تماما لأننا لم نختر. بالضبط، جميل، هذا كلام جميل جدا. إحنا بنتولد ومن الأسبوع الأول بنتبرمج. يعني أنا حتى اليوم لم أتحرر من الأسبوع الأول من حياتي. أنا دائما أقول ابني وبنتي وأقول يعني أصدقائي أقول لهم أنا كل يوم بخرج من سجن ألاقي سجن تاني، كل يوم أكسر سجن ألاقي سجن قصادي، من الطفولة لغاية النهاردة سجن ورا سجن ورا سجن ورا سجن. ده إيه ده بيعملوا فينا إيه؟ بيعملوا فينا إيه بالطفولة؟ يعني بياخدونا يورثونا الدين، يورثونا كل شيء، لدرجة أن الواحد أول بيتولد خلاص هو غير حر، مش حر لأن خلاص اتبرمجت مخه. في المدرسة بقى يكملوا في المدرسة في ابتدائي وثانوي يكملوا هذه السجون، وبعدين لما الواحد يتخرج سجون جديدة ولها مسميات أخرى. ده في العالم كله على فكرة، مش بس بلادنا، في العالم كله هذه السجون المتراكمة منذ الطفولة حتى الموت بتأخذ أسماء جميلة جدا أحيانا، زي كلمة الفضيلة. لما أقول لك الطاعة هي الفضيلة، يا شوف قد إيه الطاعة اللي هي العبودية فعلا، لأن الطاعة يعني إلغاء العقل على طول، الطاعة يعني لا مناقشة، الطاعة يعني لا جدل على طول، هي دي الفضيلة. مع إنها هي الرذيلة بقى. وأنا أبويا لما قال لي الفرق ده بقى وأنا صغيرة يعني إداني هذا الوعي. لكن طبعا أنا كنت في مجتمع، رحت مدرسة والمجتمع لعب دور، لأن مش كفاية بس الأب أو الأم يبقى متحرر، وحتى تحرر أبويا كان له سقف برضه، يعني كان عايز يتحكم برضه في حياتي بطريقة ما. فيعني عايز أقول إن إحنا أمامنا طريق صعب، ولكن أنا متفائلة جدا، لأن أنا دايما أشبه نفسي بالحصان الذي يقفز عقبة وبعدين ينجح يبقى مبسوط قوي، يلاقي عقبة يطلع تاني وهكذا، ويطلع ونظل نقفز عقبات طول حياتنا، حواجز، لأن المجتمع العالمي مجتمع كده قائم على القوة، قائم على البطش،
في تاريخ أي بلد، شوفوا تاريخ المغرب، تاريخ طنجة، تاريخ مصر، أي يعني مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق حتى اليوم مستعمرة بريطانية زي قناة السويس. يعني قناة السويس فضلت لغاية سنة 56 تحت الاحتلال البريطاني لغاية ما جت بقى الثورة وجي عبد الناصر وجي الشعب عمل ثورة وطردنا الإنجليز ومات من مات في الحرب، حرب القناة، لأن القنوات المجاري المائية والقنوات زي جبل طارق وقناة السويس حاجات مهمة جدا جدا للاستعمار. فليس غريبا أن مضيق جبل طارق حتى اليوم رغم أن المغرب دولة مستقلة ومن حقها ده 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 بلادها أرضها، يعني إيه اللي يجيب إنجلترا هنا تيجي تستولى على مضيق جبل طارق؟ إنجلترا فين ومضيق جبل طارق فين؟ فإذن إحنا لازلنا نعيش في مجتمع قائم على القوة وعلى البطش وعلى وده يجي ينطبق على حياة الفرد، المرأة أيضا. المرأة إذا ما كانتش قوية ومسلحة بالعلم ومستقلة اقتصاديا عن زوجها، أول ما المرأة تخضع للإنفاق ولا تعول نفسها هي تستعبد فوراً فوراً. الذي ينفق هو الذي يسود. ولذلك أنا ضد المعونات. يعني إحنا في مصر بناخد معونة من أمريكا، غلط. لا يمكن، لا يمكن أي دولة بتاخد معونة من دولة تانية وتتحرر منها، مش ممكن. وماذا عن نظام القوامة؟ وماذا عن نظام القوامة؟ القوامة؟ القوامة، قوامة الرجل على المرأة. طبعاً، ما هي يعني إيه قوامة؟ يعني إيه؟ ما معنى القوامة؟ المفروض القوامة لمن يملك العقل أكثر. يعني افرض أنا تزوجت، أنا تزوجت ثلاث مرات وطلقت الثلاثة والحمد لله. ليه بقى؟ ليه؟ 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 مش لأني إنسانة مش لأني إنسانة، أنا إنسانة طبيعية وبسيطة ومنطقية، ولكن عقلي لا يمكن أن يقبل أن يتحكم في عقل أقل مني، غبي يعني. يعني مثلا يعني لما زوجي يعني أديكم مثل، يعني موضوع القوامة، كان أنا زوجي الثاني كان راجل قانون وبيفهم في القانون وعايز يحكمني بالقانون وبالقوامة، فكنت بناقشه وبعدين درست القانون مخصوص عشان أناقشه. هو طبعاً ما كانش بيقدر يناقشني في الطب لأنه ما يعرفش حاجة في الطب، لكن أنا درست القانون فبقيت أناقشه. واحد زائد واحد يساوي اثنين، كذا يعني كذا، أنت تخرج وتلعب وتبقى حر ويبقى لك صحاب، يعني هو عاوز يلعب ويبقى له صحاب برة وأنا ويبقى له صديقات وأصدقاء وأنا ماليش أصدقاء خالص. حتى النساء بغير من النساء صوروا، يعني عاوز المرأة دي ملكية كاملة له، متاع. المرأة متاع الرجل، لكن الرجل ليس متاع المرأة. فأنا قلت لا، ما ينفعش ده أبدا، ما ينفعش. أنا عندي عقل بيشتغل من الطفولة، إزاي أقبل الظلم؟ أنا طبيبة وبحط ماهيتي في البيت، يعني أنا بأنفق قد ضعف اللي هو بينفقه. هنا مهم قوي القوة الاقتصادية، مهمة قوي للمرأة، إن أنا بأنفق زيه أكتر، إن أنا مخي بيشتغل زيه أكتر، وعندي مهنة طب زي القانون. الله، طب ليه بقى يتحكم فيا؟ وليه يمنعني إن أنا ما يبقى لي صديقات وأكون حرة وأخرج برضه؟ ما هو بيخرج ويسهر. ليه أنا اللي أشتغل أطبخ وهو يجي عايز يلاقي العشاء جاهز والغدا جاهز؟ الله، طب ما أنا كنت في المستشفى بشتغل وأعمل عمليات. ابتدى هنا بقى، هنا العبودية اللي احنا ورثناها، وده بيحصل لجميع الزوجات. الوزيرات، انا اعرف وزيرات عندنا في مصر بترجع من المكتب تجهز الغداء لزوجها،
لأن ده كده تقول لي التقاليد، هنعمل إيه التقاليد؟ ما نغيرش التقاليد، هي دي العادات. لا غلط غلط، والمرأة بتستعبد من كده. فأنا يعني رفضت، لكن رفضت ليه؟ لأن عندي قوة، قوة يعني قوة اقتصادية، قوة فكرية، قوة المنطق والحجة والنقاش. فما ينفعش. المرأة بقى بتخاف من حاجات كتير قوي. المرأة بتخاف من الطلاق أولا، ولذلك أنا في كل ندوة في العالم وخصوصا في العالم العربي أقول تزوجت 3 مرات وطلقتهم 3 وفخورة جدا بهذا، فخورة. يعني الطلاق من الانطلاق. الصفر. ذكرتي أن المرأة نجحت فعلا في التخلص من سلطة الزوج، لكنها وقعت ضحية المجتمع لم يكن رحيما بها، إلى أن بدأت يعني الرواية بجريمة، وفي آخر رواية قلت يعني 3 جمل بخط فيها يعني جميع الشعور الذي انتبك لحظتها. يعني هل المرأة عندما تتحرر من سلطة الأب والزوج هل تنجح في التخلص من سلطة المجتمع؟ لا يمكن، لا يمكن. ما انا زي ما قلت لكم في الاول غاده ما كانتش موجوده سدالي السنسر. يعني عدم الفصل، الابداع هو ربط الاشياء بعضها ببعض، ربط الفرد بالمجتمع، ربط الحياه الخاصه بالحياه العامه، ربط العالم بالبلد بالمنطقه اللي احنا عايشين فيها، ربط الجسد بالعقل بالروح، ربط المادي، ربط الاقتصادي المادي بالمعنوي بالروحي، كل ده لابد الربط. فهي غادة بتسألني بتقول لي لما بتتحرري من سلطة الزوج طلقتيه، طب ما انت بتقعي في سجن المجتمع. ما انا بقول لكم بخرج من سجن الى سجن، يعني لما بخرج من سجن البيت وسجن الزواج اخرج الاقي السجن في المهنه، في الطب، عملت معارك في المهنه في الطب، لان بصفتي امراه كانوا بيرقوا الدكاتره اللي اقل كفاءه مني لمجرد انه رجل. ابص الاقي طبيب غبي وانا متفوقه وطالعه الاولى عليه، ابص الاقي هو اللي بيترقى وانا لا. فدخلت معارك في كليه الطب، دخلت معارك في اي، لما رحت امريكا ادرس دخلت معارك في مع رؤساء الجامعات في امريكا، لدرجه انهم يعني كانوا في رؤساء جامعه في امريكا في ميزوري وجامعات اخرى فسخوا العقد بتاعي، فسخوه زي ما عملوا معايا في مصر، رفضوني يعني زي ما رفضوني في مصر رفضوني في امريكا، لان لقيت التفرقه هي هي. في امريكا بيعملوا تفرقه كمان لان امراه ولان من العالم الثالث بقى جاي من افريقيا، يعني لو انا امريكيه يعملوني بطريقه ثانيه. فطبعا غضبت وعملت مشاكل فرفضوني زي ما رفضوني في مصر. فاذا لا يمكن الانسان يتحرر من حته واحده من الحياه الخاصه بس، لا، الحياة العامة فيها سجون، المجتمع، الدين، الأخلاق، السياسة، كله قائم على التفرقة، المجتمعات قائمة على التفرقة، لأن إحنا ورثنا، يعني العالم كله ورث النظام العبودي وتطور، النظام العبودي تطور، أنتج الاستعمار، العبودية أنتجت الاستعمار، ولازلنا إحنا في عصور الاستعمار، إحنا مستعمرات حتى الآن بسبب المعونات، بسبب الاستعمار بيحتل أجزاء من أرضنا لغاية دلوقتي. أنتوا شفتوا قضية تيران وصنافير في مصر، يعني برضو عايزين يغتصبوا قطعة من أرض مصر. قناة السويس عندنا مشاكل، مضيق جبل طارق عندكم مشاكل،
فإذا إحنا لازلنا بنعيش في هذا المجتمع اللي إحنا عمالين بنصارع من أجل حريتنا ومن أجل كرامتنا على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع أو على مستوى العالم. لأن الحرب كلها لا تقارب. يعني أنا لما كنت في أمريكا كنا بننزل مظاهرات، بصيت لقيت فيش بنزل مظاهرات في مصر وبنزل مظاهرات في أمريكا. قال طب ما احنا عايشين في عالم واحد، ما فيش فرق، الفروقات بسيطة جدا جدا وأقل مما نتصور. أنا جاوبت على سؤالك؟ نعم. إذا سمحت الدكتورة سأعود لمسألة الاستقلال الاقتصادي للمرأة وحرية المرأة وغيره. يعني حين نسمع للدكتورة نوال سعداوي وحين نقرأ للدكتورة نوال سعداوي في موضوع العقلية الذكورية في المجتمع، هناك سؤال دائما يتبادر للذهن: أليس للمرأة نفسها مسؤولية في الوضعية اللي كتعيشها، في وضعية الاستعباد مقارنة يعني باستعباد مع العقلية الذكورية السائدة في المجتمع؟ طبعا ابدأ بنفسك، الواحد يبدأ يحاسب نفسه، ما بقاش مستعبدة ومستكينة وبعدين يقول أصل أنا أصل زوجي هو اللي بيقارني. لا، أنا بقهر نفسي. المرأة بتتحول من مقهورة إلى قاهرة لذاتها عن طريق قبول القهر، لكن هي ترفض وتدفع الثمن. ما أنا عايز أقول الحرية لها ثمن، ما تفتكروش الحرية هتجيلي كده على طبق من فضة، لا، أنا خدت الحرية بالعرق وبالدم. يعني أنا قاعدة هنا قصادكم سليمة وعمري بقى 86 سنة ومحدش قرب لي، محدش يقدر يقرب لي أبداً، مع إن هددوني بالقتل وبالنفي وبالسجن وعملوا 7 قضايا حزبة ضدي، 7 قضايا حزبة. لكن أنت لما تكوني واثقة في نفسك، أهم حاجة الثقة في النفس، واثقة إنك أنت بتحافظي على كرامتك وعلى شخصيتك، إنك لا تعتدي على الآخرين، أنت عايزة حقك، أنت عايزة حقك فقط، ولا تقبلي إن حد، لأن الشعب أو المرأة أو الرجل اللي بيتنازل عن حقه هو ده اللي بيعمل الاستعمار، هو ده اللي بيعمل الطغيان. لأن لا يمكن يجي حاكم، لا يمكن يجي حاكم طاغن إلا والشعب هو اللي مكنه من الطغيان. لا يوجد زوج طاغي في العالم إلا والمرأة هي التي زوجته هي اللي بتمكنه من الطغيان، لكن هي لما ترفض تمنعه من أنه يطلق وتدفع الثمن، سواء كان طلاق أو أنها تخرج تشتغل. يعني في نساء كتير تقولي طب أنا لو سبت زوجي هو بيضربني كل يوم. أنا أعرف طبيبات زميلاتي وكاتبات بينضربوا في البيت، وزعيمات حركة نسائية في مصر بعضهم كانوا بينضربوا. يعني بص لقيها تعمل محاضرة عن تحرير المرأة وتروح تتضرب من زوجها، تعرض للخيانة أيضا عشان اتأخرت. لكن خايفة من إيه؟ الخوف بيجي، خايفة من الطلاق، ده نمرة واحد. خايفة إن المستوى الاقتصادي بتاعها يقل، لأن ماهيته هتروح وهتبتدي بقى تعيش هي صغيرة، فمستواها الاقتصادي هيقل. خايفة من كلام الناس، يعني أشياء كتير، أوهام كتيرة قوي لما تكسرها تلاقي إنها كانت خايفة من وهم، إن الطلاق وهم، إن مستواها الاقتصادي إيه يعني يقل يقل. لما تعيش في قصر، أنا عايشة في أوضتين بس في شبرا، في حي شبرا فقير في مصر، ومبسوطة قوي، مش عايزة أعيش في قصر. ليه؟ وليه أعيش في قصر؟ طب ما أعيش في أوضتين لكن بكرامتي. ايه ده؟ فاحنا عايزين نعيد تربية المرأة ونعيد تربية الرجل من الطفولة، لان الطفولة دي بتبقى زي الاسمنت المسلح، ازاي تنتزعي كل الثوابت اللي احنا برمجنا بيها عقل الطفل، ازاي تطلعيها. وانا قابلت اساتذة في امريكا، استاذ اقتصاد معاه دكتوراه اقتصاد، هو امريكي وبيكتشف حاجات وعبقري، ولكن هو بيقول لي انا
ربوني على المسيحية المتزمتة وما أقدرش أطلع منها لأني تربيت في الطفولة على كده. أنا لسه مؤمن بإن المسيح خرج من القبر ومش عارفة حصل إيه وإيه 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 حاجات يعني ما كانتش موجودة. بيقولي لازلت مؤمن بيها رغم إن عقلي يرفضها ولكن وجداني يقبلها، فبيحصل فيه انفصال بين العقل والوجدان. تلاقي الأستاذ من دول متحرر عقليا يعني بيكتشف الكمبيوتر مثلا والإلكترونات ولكن مؤمن بخزعبلات غريبة جدا. زي في الهند لما رحت الهند لقيت برضو أستاذ عبقري ولقى بقرة بتعدي في الشارع فوقف وضرب لها سلام. البقر لأنهم بيعبدوا البقر في الهند أو يركع للإله شيفا الإله الراقص عبارة عن إله بيرقص وهو عبقري ولكن بيركع للإله شيفا أو جناش اللي هو راس فيل إله راسه فيل وجسمه يعني بيركع له. فأنا اندهشت لما رحت الهند سهلت إزاي كل هذه العقول رغم العقل تحرر إنما الوجدان بسبب التربية في الطفولة الأسمنت المسلح لا يستطيع أن يخرج من هذه العقيدة. دائما تدعيني يعني لقوة المرأة قوة شخصية المرأة. صوت هيك خد هذا الميكرو هذا خلي بس بعيد. أيوة دائما تقولين أن المرأة يجب أن تتحلى بقوة شخصية أن تكون يعني مسؤولة عن أنتوا سمعين مش سمعين يعني المرأة أيوة. يجب أن تكون بشخصية قوية أن تتمرن أحيانا عن على الرجل مثلا. قلت أن دائما تقولين أن جدتك هي اللي أثرت شخصيتها في شخصيتي عندما كنت طفلة الجدة وأيضا الأم يعني أمك يوما ما قامت بتحدي الوالد وقالت له أني أروح أشتغل غسالة ولا تسرق شعري. يعني من تربيتك نشأت ربما في 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 عائلة فيها قوة شخصية المرأة. يعني كيف تفعل المرأة التي لديها أم مثلا أو جدة يعني خنوعة وتخضع إلى رجل؟ يعني في هذه الحالة ماذا ستفعل المرأة؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين فلو كانوا جوج صحفيين ظهور كان يكون كل واحد منكم. بما أن احنا صحفيتين فعندنا ميكرو واحد نقصي. انت قلت لكم ايه دلوقتي؟ نحن فتاتين فنقتسم نفس الميكرو لانه للذكر مثل حظ الأنثيين. لا نريد برضو للإنصاف ان احنا نعطي وقت للموجودين. يعني أنا دائما حتى في أي لقاء لازم يبقى فيه عدالة إن نسمعك برضو زي ما بتسمعونا ضروري. فهنعطي وقت للي يحب يعمل تعليق أو يسأل بس يجي هنا يجي هنا سؤال جهاد وبعدين نفتح من بعد السؤال الأخير. غادة مهمة جدا. أنا قابلت غادة اليوم لأول مرة في طنجة وهي جاءت من كازابلانكا علشان تحضر هذه الندوة وأنا طلبت منها إنها تشترك معنا في الحوار لأنها قالت لي حاجة مهمة قوي. بتقولي تصوري في حاجة والدتك قالتها ما لم تبرح عقلي لما والدك. أنا علاقة أبويا وأمي كانت محترمة جدا لأن أمي كانت من طبقة أعلى من أبويا كانت جاية من طبقة برجوازية وهو جاي من الريف الفقير لكن عشان يتعلم تعليم عالي فبقى مناسب لها فكان بيحترمها بس عشان الطبقة. فكان يقول لها يا زينب هانم لأن كانوا كلهم هوانم بقى فيقول لها يا زينب هانم وكده وعمره ما رفع صوته عليها. يعني أنا أذكر أحد أزواجي زعق قلت له لا نعمل طلاق لأني عمري ما سمعت أبويا بيزعق في البيت
عمري ما سمعت أبويا بيزعق، فلما سمعت زوجي بيزعق لقيت حاجة غريبة قوي لما أتعود عليه. فأبويا في يوم بيزعق أول مرة بقى، لقيت أمي محضرة شنطة وماشي سايبة البيت، قالت له أشتغل خدامة في البيوت ولا إنك ترفع صوتك عليا. فأول ما قابلت غادة قالت لي أنا لما قريت الجملة دي على لسان والدتك جيت أشوفك. يعني ده مهم جدا، الأم شخصية الأم، زي ما أبويا أثر فيا وقال لي ناقشي أي حد وناقشي ربنا، أمي برضو علمتني الكرامة إن زوجي ما يرفعش صوته في البيت. ما فيش يعني إيه زعق، يعني إيه ده، إحنا يعني الخادم له كرامة، يعني الواحد ما يزعقش للخدم حتى، لكن تلاقي الزوج بيزعق بيعمل لأن المرأة بتتقبل. لكن لما هي قالت له أشتغل خدامة وهي كان فعلاً جد صدقها، يعني بنت محمود بيه شكري لما روحت يشتغل خدامة عشان زوجها بيزعق لها، ده هو ده قمة الحرية، هي دي قمة الحرية. لا 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 الميكروفون أعتقد أنه الآن مناسب، عفوا الميكروفون ده حد مسلطه من القوى الاستعمارية. فيعني عايز أقول الأمهات مهمة، أو شخصية الأم أهم حاجة في البيت، شخصية الأم إذا حافظت الأم على كرامتها ودفت عنها بتعمل نموذج لبنتها ونموذج لابنها. فأنا بشكرك يا غادة لأن هي لقطت حاجة مهمة قوي. سؤال غادة يحيون على دراسة أعتقد أن من قامت بها هي الباحثة المغربية نجاة الرازي في الثمانينات، وكانت تحكي عن حفلة حناء لعروس شابة، فطلبت الأم من النساء الحاضرات أن الزوجة التي لم يسبق أن ضربها زوجها أن تضع أول نقطة حناء في يد ابنتها، فلم تقوم أي واحدة من النساء الحاضرات، وكانت تلك رسالة من الأم لابنتها العروس أن تقبل أن زوجك سيضربك إلى محالة. سؤال أخير وسنفتح نقاش مع القاعة، لا يمكن أن تكون معنا الدكتورة نوال سعداوي ولا نطرح سؤال اللفظ والمعنى، وبموازاة مع نقاش حاليا في المغرب وفي تونس، وما عرفتش إذا كان نفس النقاش في مصر عن المناصفة في الإرث والرد عليه بوجود نص صريح. والدكتورة نوال السعداوي اشتغلت كثيرا على ثنائية اللفظ النص والمعنى والمصلحة، ما يمكنش تكون معنا نوال السعداوي وما نطرحوش السؤال. أولا الدين ليس كتاب، أنا هقول قصة جدتي ودي بقولها دايما، جدتي كانت فلاحة اللي هي أم أبويا، أنتوا سمعين كويس؟ سمع الميكروفون كويس كده ولا مش سمعين؟ فجدتي الفلاحة والدة أبويا كانت متمردة، الحقيقة أنا ورثتها إلى حد كبير، كانت طويلة وقوية وشامخة تمشي في الأرض بقوة، بتشتغل بالفاس، وكان العمدة بيستغلهم ياخدوا القطن بتاعهم يوديه للملك فؤاد وفاروق، وبعدين القطن يروح لمانشستر في انجلترا، كنا مستعمرة. فكانت جدتي بقى كانوا بياكلوا عيش وملح ما بياكلوش، ومش لابسين جزم، فكانت بتقود الفلاحين وتروح للعمدة. أنا كان عندي 5 سنوات وهي واخداني في إيدها كده، واخداني معاها وهي راحة للعمدة، وأنا عندي 5 سنوات وقاعدة أسمع. الطفل عنده 5 سنوات بيسمع ويعرف كل حاجة. فهي بتقول له يا عمدة أنت يعني ربنا هيجازيك لأنك بتاخد عرقنا توديه للملك والإنجليز. فيقول لها أنت تعرفي ربنا، العمدة بقى ماسك القرآن مكتوب بخيوط الذهب ولابس ذهب في ذهب وقاعد، وهم الفلاحين حافيين وبياكلوا ملح، والمحصول القطن كله هو بياخده منهم. فهو بيقول لها تتكلمي عن ربنا، انت تعرفي ربنا، قريتي المصحف، وهو ماسك المصحف.
فجدتي تشوح كده تقول له مين قال لك ان ربنا هو المصحف؟ مين قال لك ان ربنا هو المصحف؟ ربنا هو العدل، عرفوه بالعقل. ده كلام الفلاحين. مفيش فلاح قرا. 99% من الفلاحين لا يقرأوا ولا يكتبوا في العالم. ما قروش لا الإنجيل ولا القرآن ولا التوراة. يعرفوا الدين منين؟ فقالت له ربنا هو العدل مش المصحف. ربنا ليس كتاب. وكان أبويا دايما يقول على فكرة أبويا تخرج من الأزهر ودرس حاجات تانية يعني، لكن بدأ بالأزهر. كان دايما أبويا يقول ربنا ليس كتاب يخرج من المطبعة. ربنا رمز للعدل وللحرية وللجمال وللمساواة. فناخد ربنا كرمز للأشياء الجميلة. فالنص ليس الدين. كن بقى يجوا المشايخ يقولوا لي ده في نص في القرآن بيقول مش عارفة إيه وإيه، لا نأخذ بهذا أبداً. إحنا نحكم العقل ونحقق الواقع وإيه اللي بيحصل وإيه الظلم الموجود. وفي مدرسة كبيرة جداً في الإسلام لا تؤمن بالنص، وبتقول إذا تعارض النص مع المصلحة غلبت المصلحة على النص، لأن النص ثابت والمصلحة متغيرة. المصلحة متغيرة، فلما نيجي للمرأة والرجل المصلحة متغيرة. المرأة بتشتغل، مرأة طبيبة كاتبة صحفية بتشتغل بتجيب فلوس بتنفق. الرجل كان بيسيطر علشان كان بينفق، لكن المرأة بتنفق خلاص. الرجال قوامون بما أنفقوا، يعني خلاص المرأة بتنفق تتساوى مع الرجل. جميع القوانين الإرث لازم يتساوى، لأن المرأة عندنا تلتين الأسر في مصر المرأة هي التي تعيل الأسرة. طب تورث، هو بيقول لك الرجل الذكر يورث قد الأنثيين علشان هو اللي بينفق. قال طب ما المرأة بتنفق أكتر. الأسر بتعولها النساء. حتى أنا جدتي الفلاحة في الريف المرأة هي اللي بتشتغل في الغيط والراجل قاعد يشرب الشيشة، وهي المرأة اللي بتشتغل. المرأة دايماً هي اللي بتشتغل، هي اللي مضطهدة. فإذاً إن إحنا إزاي نجاوب على الناس، إزاي النص لا يتحكم فينا وإنما العقل والعدل هو الذي يتحكم فينا دايماً، وخصوصاً في علاقة المرأة بالرجل، سواء في النسب أو الإرث أو الزواج أو الطلاق أو أي شيء. ويبقى عندنا السلاح ده، يبقى عندنا هذا السلاح عشان نقدر نرد على المشايخ وعلى رجال القضاء. ده كان آخر سؤال. آخر سؤال، وسنفتح النقاش مع القاعة فقط. نفتح النقاش بقى، بس اللي عايز يتكلم يجي هنا. سنفتح النقاش مع القاعة بقى القليل. أعتقد أن لجنة المنظمة تولي إلى مجموعة من الكتب للدكتورة نوال السعداوي قبل فتح النقاش مع القاعة، وبانتظار أن يتم إحضار الكتب سأطلب تسامح الناس في القاعة لأن عددنا كثير، وللأسف يعني استباقيا أقول أنه لن يكون بإمكان الجميع أخذ الكلمة. سنحاول إعطاء الكلمة لأكثر عدد ممكن حسب الوقت المتاح، فأطلب تسامحكم وتساهلكم. قبل ذلك نجمة المنظمة تطلب هذه، خليها تيجي هنا مكاني بقى. خليها تيجي مكاني، هات لنا كرسي. أيوة هات كرسي سناء هنا وتعالي اللي هيكلم. ده ايه ده؟ هذه الكتب اسمه مؤسسة المنظمة المتوسطة الثقافة الأمازيغية من طنجرة، عبارة عن مجموعة من الكتب التي سلسلة إبداع الكاتب العالمي محمد شكري. جميع الكتب التي تتحدث عن طنجرة سواء كتبها محليون أو كتبها كتاب أجانب أقاموا بطنجرة نهديها لك للاستئناس فيها ولأخذ فكرة عن مدينة طنجرة. مجموعة من الهدايا باسم مؤسسة المرجاء المتوسطة للثقافة الأمازيغية بطنجة. هذه تمثل هذه أواني خزفية تعود إلى عصور قديمة تمثل الثقافة الأمازيغية المتوسطة. هذه من مؤسسة المرجاء، وهذا منديل
الوطني ديال خليه أصلحنا يجب ألا هنا عقاب الضحية
العبودية بتقوم على حاجة مهمة قوي، إن احنا نعاقب الضحية. يعني المرأة ضحية الظلم، نقوم نعاقبها ونقولها أنت اللي مسؤولة عن الظلم. وكانوا قالوا العبيد هم المسؤولين عن العبودية، العبيد الأسياد دخلوا في مخ العبيد إن العبيد هم اللي بيجيبوا الاستعباد لنفسهم. فدلوقتي برضو بنقول المرأة، المرأة هي بتجيب الاستعباد لنفسها. لا، ناخد بالنا من أين، لماذا سلبت المرأة الثقة في نفسها؟ ليه؟ أنت امرأة. نعم. أنت عندك ثقة. التربية. التربية. تربيتنا لأولادنا طبعاً. هي لله. أنا أمي ما ربتنيش أنني أكون قوية، لكن من خلال القراءة ومن خلال النضج يعني استطعت أن أقاوم واستطعت أن أتجاوز نفسي وأتجاوز أنس دكتور بعيد. أيوة أنس قانوني، تكلمتم عن إصلاح قانون الأسرة في بلدان عربية اعتبرتموها رائدة، ولكن للأسف كلما حققنا إصلاح يهم وضعية المرأة إلا اكتشفنا بعد مدة أن ليس هناك إصلاح. يعني اليوم نفس المشاكل المطروحة، مثلا قانون، إحنا نتحدث عن قانون التحرش، قوانين الأحوال الشخصية، مسألة التعدد، مطروحة أيضا اليوم في تونس، والعقلية الذكورية للأسف موجودة ومتجذرة حتى لدى أقل. فما هو الحال؟ شكرا. جميل. شكرا. جو الدكتورة رأيي كثيرة، ولكن حاول أخذ شوية من السؤال بتاعه مهم جدا. إحنا بنمر بردة. إحنا عندنا دلوقتي السلفيين، الفكر السلفي دلوقتي بقى منتشر في مصر، فإحنا بنمر بردة سياسية ودينية واجتماعية، لكن في تقدم. أنا متفائلة جدا، التفاؤل قوة. يعني أنا حياتي أحسن من حياة أمي. بنتي في القاهرة، دكتورة منى حلمي، كاتبة وشاعرة، حياتها أحسن مني مليون مرة. فإحنا بنتقدم رغم كل شيء. يعني في ردة ولكن نحن نتقدم، ولازم نبقى متفائلين أن الغد سيكون أفضل بينا بشغلنا. إلى آخر يعني كتابات جوش. بعد أولاً أهديك يعني مجموعة كتابات لمناضلة مغربية اغتيلت في سجون الحسن الثاني في سنة 77. اسمعي سعيدة من وهي في ربيعها 25. أنا أود أن أطرح لك سؤالا موجزا، وأنه كثيرا ما يقال أن المرأة عدوة المرأة. أيوة. يقال أن المرأة عدوة المرأة أولا، ثم يقال أن المرأة هي المسؤولة الرئيسية عن إعادة إنتاج الفكر الذكوري. ما رأيك
يا دكتورة في هاتين المسألتين. شكرا جزيلا. باختصار شديد جدا، المرأة عدو بر اقتسم. لا سمحتم بعد وضوء القاعة لأنه ترقب أخذ كلمة لأنني ما سمعوش مداخلة الدكتورة، لا سمحتم. المرأة بتعادي المرأة عشان ترضي الرجل، لأن الرجل بيهمه إنه يفرق بين النساء. يعني لما نعمل تنظيم نسائي ونعمل تضامن النساء الدولة تقف. الدولة أوقفت جمعية تضامن المرأة العربية، عاوزين المرأة تبقى لوحدها مقسمة، وعاوزين المرأة تبقى عدوة المرأة، فبيشغل النظام يشغل المرأة ضد المرأة، وده بسبب عدم الوعي. لكن المرأة الواعية لا يمكن، المرأة الواعية النساء الواعيات بيتضامنوا مش بيضربوا بعض. وبعدين المرأة فعلا هي، لأن هي بيعتبروا بيقول لك الأم هي اللي بتربي، الأم مدرسة، هي الأم هي اللي بتربي الولاد. وصحيح، فالمرأة بتعيد إنتاج الطبقية الأبوية الذكورية لأنها اللي بتربي الولاد، لأنها غير واعية. ولذلك تعليم المرأة مهم جدا. سؤال عن الأخت شرف. آخر حاجة بقى. آخر سؤال. شكراً دكتورة. هذا يوم كبير، وبما أنك وجها لوجه أريد أن أسألكم عن شعوركم. ونحن نرى أن موجة الحجاب والنقاب والبوركا يجتاح المغرب ويجتاح البلدان العربية ويجتاح العالم، فلك رأي منذ مدة في هذا المجال، ولكنك قوبلت بالردة وبكلام سيء، ونحن نتأسف على كل ما يحصل للنساء النابغات المثقفات مثل نوال السلام. شكرا. شكرا. سؤال مهم ولكن كان أسلوب مستفيد لأن النساء باختصار. باختصار شديد، الأخلاق لا علاقة لها بالملابس، لا علاقة لها بالملابس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أمال زوري، حكواتية مدينة طنجة. خلال هذه المحاضرة كان دائما هناك يعني سؤال في ذهني، وهو كيف يعني أوازن ما بين العقل والوجدان؟ العقل والإيه؟ كيف أوازن ما بين العقل والوجدان؟ والإيه؟ والوجدان. والوجدان. شكرا. شكرا لك. العقل والوجدان. هات مصيرين على السؤال وما تسمعوش جواب الدكتورة، لأن الأساس هو الفكرة الدكتورة مش الأسئلة ديالها. هو سؤالها إزاي توفق بين العقل والوجدان؟ الوجدان اللي هو الشعور، القلب. إزاي توفق بين العقل والقلب والشعور؟ ده يجي بالمرار والتربية. لأن الواحد لما بيتربى من الطفولة على إنه يفصل بين القلب والعقل يظل كذلك. لكن الواحد يدرب نفسه على إنه ما يفصلش بين العقل والقلب، وكله بالمرار، كل شيء يحتاج إلى التدريب وإلى التعليم. يلا آخر حاجة. نأخذ سؤال أخير. سؤال أخير وأعتذر للناس.
احنا بنخرج من سجن الى بنكسر قضبان حديد ونخرج الى قضبان حديد. المراه اوروبا اتحررت لما خرجت للعمل، لكن العمل كان عبوديه جديده في ظل النظام الراسمالي، واحنا خرجنا للعمل برضو في بلادنا. يعني انا اضطهدت كطبيبه كعامله، يعني أمي حياتها كانت مرتاحة عني. أمي عاشت في عبودية أيضا بس كانت مرتاحة عني. أنا عشت في حرية نسبية، ولكن وجدت في مجتمع رأسمالي قاسي وعبودية من نوع جديد. فإحنا بنخرج من عبودية إلى عبودية إلى عبودية، وهذا هو الطريق الصحيح. لازم أخرج إلى العمل، ولازم أستقل اقتصادياً حتى في ظل المجتمع الرأسمالي، لأن أنا لما بشتغل أنا بستطيع أن أنا أهزم بعد ذلك المجتمع الرأسمالي. اللي أنا عايزة أقوله واللي يبقى معنا، عايزة أسيب كلمة تبقى معكم تفكروا فيها، تفكروا فيها بينكم وبين نفسكم. إحنا كلنا كده أحسن حالاً من أهالينا قطعاً كلنا، لأن إحنا دخلنا في مرحلة جديدة من المجتمع الرأسمالي الطبقي الأبوي، ولكنه أكثر تحرراً من أهلينا. فلازم نقدم، لازم نقدم على العمل، ولازم نتمرد، ولازم ندفع الثمن. وأشكركم جداً. I'm going to go to the hospital.